السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أعزائنا الطلاب بكل خير. اليوم إن شاء الله راح نكمل حل مسائل بحث التوازن الكيميائي. إذا توصلنا لعند المسألة رقم 4، تقول هذه المسألة وضع 4 مول من بي سي إل 5 في وعاء سعته 2 لتر وسخن إلى درجة حرارة معينة، وعند التوازن بقي في الوعاء 3.6 مول من بي سي ال 5 عند درجة 1000 كلفن. طبعا R ثابت الغازات العام هو 0.01 0.0881 طبعا لتر اتموسفير، مول ناقص 1 كلفن ناقص 1. طبعا المعادلة هي بي سي ال 5 غاز يعطي تفاعل عكوس بي سي ال 3 زائد سي ال 2 طبعا غازات. الطلب الأول حساب كي ثابت التوازن، الطلب الثاني حساب كي بي ثابت التوازن بدلالة الضغوط. بالنسبة للطلب الأول طلاب، نحسب التراكيز البدائية. طبعا التراكيز البدائي فقط لبي سي ال 50 لانه بي سي ال 3 وسي ال 2 ليس لهما تركيز بدائي. طبعا التركيز البدائي لبي سي ال 50 هو عدد مولات البدائي على الحجم، فعدد المولات هو 4 والحجم 2، يصبح التركيز البدائي لغاز بي سي ال 50 هو 2 مول على اللتر. يمكن ان نحسب طلاب التركيز عند التوازن لبي سي ال 50. فالتركيز عند التوازن لبي سي ال 5 هو عدد المولات عند التوازن على الحجم. فالتركيز عند التوازن، تركيز توازن لبي سي ال 5 يساوي عدد المولات عند التوازن هو 3.6 على 2 الحجم، الجواب 1.8 مول لتر ناقص 1. إذا طلاب تركيز بي سي ال 5 البدائي معلوم أصبح، وتركيز بي سي ال 5 عند التوازن كذلك أصبح معلوم. إذا لحساب كي سي نكتب طلاب بي سي ال 5 يعطي بي سي ال 3 زائد سي ال 2. طبعا التركيز البدائي لبي سي ال 5 2، لبي سي ال 3 تركيز بدائي 0، لسي ال 2 تركيز بدائي 0. تراكيز عند التوازن بي سي بي سي ال 5 2 ناقص اكس، مقدار النقص اكس، البي سي ال 3 هو اكس وبي سي ال 2 كمان اكس. طلابنا تركيز التوازن لبي سي ال 5 هو 2 ناقص اكس اللي هو يساوي 1.8، لذلك 2 ناقص اكس يساوي 1.8، لذلك الإكس يصبح 0.2 مول على اللتر. إذا إكس هو 0.2 مول على اللتر. لذلك طلاب تركيز بي سي ال 5 عند التوازن هو 1.8، تركيز بي سي ال 3 عند التوازن هو إكس، طبعا هو 0.2 مول على اللتر. تركيز سي ال 2 عند التوازن إكس اللي هو كمان 0.2 مول على اللتر. نعوض الآن في قانون كي سي، يساوي تراكيز نهائي على تراكيز مواد متفاعلة أو متفككة. فتركيز بي سي ال 3 ضرب تركيز سي ال 2 على تركيز بي سي ال 5، فتركيز بي سي ال 3 هو 0.2 ضرب تركيز سي ال 2 كمان 0.2 على 1.8. إذا الجواب طلاب 2 على 9 في 10 قوى ناقص 1 مول، طبعا ليس له 1 كي سي. إذا الجواب 2 في 10 قوى ناقص 1 على 9، هذا هو كي سي ثابت التوازن بدلالة التراكيز. الطلب الثاني هو حساب كي بي. طبعا أعوض في القانون، كي بي يساوي كي سي بي آر بي تي أس دلتا إن. طلاب هون دلتا ان يساوي 1 لانه عدد المولات الناتجه مولين وعدد المولات متفاعله 1، فاقول 2 ناقص 1 يساوي 1. اذا كي بي يساوي كي سي بي ار بي تي اس 1. نعوض،
كي بي يساوي الكي سي هو 2 في 10 قوى ناقص 1 على 9 ضرب الار هو 0.081 ضرب تي درجة الحرارة بالكلفن 1000 أس 1. إذا نحسب الجواب، نعم يكون كي بي يساوي 18 في 10 قوى ناقص 1. إذا ثابت التوازن بدلالة الضوء. الآن ننتقل إلى المسألة رقم 5. عند بلوغ التوازن في التفاعل التالي A زائد 3 B يعطي 2 C. طبعا هذه المسألة تحاكي مسألة الكتاب. N2 زائد 3 H2 يعطي 2 NH3. تكون التراكيز، إذا عند بلوغ التوازن تكون التراكيز، فتركيز A عند التوازن 1، تركيز B عند التوازن 2، طبعا مول على اللتر، تركيز C عند التوازن 2. الطلب الأول احسب KC، طلع مباشرة منعوض. الطلب الثاني حساب التركيز البدائي للمادتين A و B، طبعا التركيز البدائي للمادة C صفر. الطلب الثالث اقتراح أربع طرق تؤدي إلى زيادة كمية C. الطلب الأول يمكن أن نعوض KC يساوي تركيز C للتربيع على تركيز A بتركيز B للتكعيب. تركيز C عند التوازن 2 للتربيع 4. تركيز A عند التوازن 1. تركيز B عند التوازن 2 للتكعيب 8. إذا 4 8 نص. إذا KC يساوي 1 على 2. ننتقل طلاب إلى حساب التراكيز البدائي. نفرض التركيز البدائي للمادة AC وللمادة BC فتحة. طبعا المادة C تركيز بداية إلى صفر، فأقول C ناقص X، C فتحة ناقص 3X. أما تركيز المادة C عند التوازن هو 2X. أعيد، تركيز المادة A عند التوازن هو C ناقص X، تركيز المادة B عند التوازن سي فتحة ناقص 3X، تركيز المادي سي عند التوازن هو 2X. طلابنا التراكيز عند التوازن معلومي، فتركيز A عند التوازن 1 وتركيز B عند التوازن 2 وتركيز C عند التوازن 2. طيب لو نظرنا إلى تركيز C عند التوازن اللي هو 2X يساوي 2 وبالتالي X يساوي 1. إذن تركيز A عند التوازن هو C ناقص X. طيب تركيز A عند التوازن هو 1، أعطيني بنص المسألة، وبالتالي C ناقص X يساوي 1. إذا هاي علاقة أولى. أنتقل إلى تركيز B عند التوازن C فتحة ناقص 3X. طيب تركيز B عند التوازن هو 2، وبالتالي سي فتحة ناقص 3X يساوي 2. هاي علاقة 2. الآن أنتقل إلى تركيز سي. تركيز سي عند التوازن 2X. طيب تركيز سي عند التوازن هو 2، وبالتالي 2X يساوي 2. إذن الX يساوي 1 مول على اللتر. هاي الX. إذن نحسب الآن طلاب تركيز A و B عند طبعا تركيز A و B البدائي. فلدينا طبعا C هو تركيز A البدائي، C ناقص X يساوي 1. طيب X هو 1، وبالتالي C يساوي إذا تركيز A عند التوازن هو C ناقص X. طيب تركيز A عند التوازن يساوي 1، الإكس هي عبارة عن 1، بنقلع على الطرف الثاني تصبح سي يساوي 2. إذا ما هو تركيز A البدائي؟ هو سي اللي هو 2 مول على اللتر. تركيز B البدائي هلا بدي أحسب. طبعا لدينا تركيز
بي عند التوازن سي فتحة ناقص 3 إكس اللي كله يساوي 2. طيب الإكس هو عبارة عن 1، فيكون سي فتحة ناقص 3 يساوي 2، إذا سي فتحة يساوي 5، إذا تركيز بي البدائي يساوي 5 مول علته. طبعا الطرق التي تؤدي الى زياده كميه سي، يعني تجعل التوازن يزح بالاتجاه المباشر، هو الطريقه الاولى زياده كميه او تركيز ا، الطريقه الثانيه زياده كميه او تركيز بي، الطريقه الثالثه زياده الضغط يزح نحو المباشر باتجاه عدد مولات اقل. طبعا الطريقه الرابعه هو سحب السي من التفاعل باستمرار، عندما انقص تركيز السي يزح باتجاه السي باتجاه المباشر.